بخير يا جماعه، منورين. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معايا على قناه تدريب كلاب هوم دوجز دمنهور وقناه تدريب كلاب البحيره، وتحياتي لكل الناس المشتركين الجميله اللي معانا على قنواتنا. طبعا يا جماعه عايزين النهارده نشوف مشمشه كده. طبعا المشمشه ديت ما تستغربوش، هتطلع حاجه جديده بالنسبه لكم هنا في وسط الكلاب الجرمة. هنعرفكم على مشمش الاول، وهتشوفوا مشمشه وهتعرفوا هم اشكالهم ايه. ناس كتير طبعا بتقول يا كابتن انت ادي مشمش، مشمش اهوت مطلوب في وسط الكلاب الجيرمان كده. هنوريكم بقى مشمشه دلوقتي. طبعا ناس كتير بتقول يا كابتن انت مفيش الا جيرمان بس، لا ربيت لكم قطط كمان، كلاب لولو. طبعا كانت في ناس كاتبه في التعليقات يا كابتن لو قدامك حد عنده ذكر لولو يتجوز، في ذكر اهوت للجواز بسم الله ما شاء الله عليه. وتعالوا نشوفوا كده مشمشه مراته دي يا جماعه، غرفه العنايه المركزه. بس الاول هنشوف المشكله الاول اللي حاصله ديت. المشكله هنا في البوكس اهي ديت، ده ريتش، انزل بالكاميرا. ده ريتش طبعا ماسك نتايه وعايز يتجوزها عافيه، بس النتايه طبعا قفلت وهي عمرها ما وقفاله. كانت النتايه دي معانا تحت وجوزناها تمام التمام والحمد لله، وبدانا ان احنا نطلع النتايه دي دلوقتي. فطبعا لسه مطلعينها، هي قفلت فهو مصمم ان يتجوزها، طبعا عمرها ما وقفاله. فخلاص كده بقى مش مالناش دعوه بيهم دول، يعني دول خلوهم هيسيب مع بعض لحد ما تفقعوا علقه، هيجي سايبها على طول. وانتوا عارفين بقى الست لما بتقول للراجل لا. تعالوا كده. طبعا يا جماعه ادي مشمشه قاعده اهي، واضح في الكاميرا سنة. تعالى كده، مش داخل جوه، ولا مش داخل. ادي مشمشه يا جماعه وعيالها الصغننين. الكاميرا مش واضحه، هو ايدك سيب. معلش يا جماعه الاضاءة مش واضحه شويه. ادي مشمشه وادي عيالها. بس يا مشمشه، طبعا ادي مشمشه وادي عيالها يا جماعه. اسلام بحط المشمشه اكل وميه. اسلام لسه حاططها اكل دلوقتي، حط لها تاني. ادي عيال مشمشه يا جماعه صغننين اهم. ادي مشمشه، ادي جراو الصغيره. واي حد يا جماعه باذن الله هيحتاج جراو للو عندنا باذن الله، يعني دولت لسه عندهم زي ست ايام ولا خمس ايام في الحدود دي كده. معلش هو الفيديو ممكن يكون مش واضح، بس بعد كده نستعمل الفلاش باذن الله. وادي مشمشه قاعده اهي، بحط لهم ميه واكل يا اسلام، وسوي القش ده. ما تهزش القش. يلا هنا. طبعا يا جماعه انتوا كده شفتوا مشمش وشفتوا مشمشه ديت كلاب لولو. لو في اي حد محتاج عنده نتايه لولو حابب يجوزها، متوفر عندنا ذكر هنا للجواز، والحمد لله نتايته اتجوزت منه ومخلفه جراو بسم الله ما شاء الله يا رب، ربنا يبارك فيهم. واي حد محتاج جراو لولو باذن الله وبمشيئه ربنا يشدوا حيلهم شويه، وهنبدا نعرضهم على اليوتيوب. يا رب تكون الحاجه عجبتكم. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا الموضوع بسيط، مش كبير جدا، الموضوع بسيط على قدنا برده، بس الحمد لله بنحاول ان احنا نوفر للناس اللي هم محتاجينه. في برده نتايات جولدن، احنا لسه جايبين نتايات جولدن، وعندنا ذكر اللي هو لاكي تمام. نتايات جولدن باذن الله وبمشيئه ربنا برده هنجوز منها، وهنجوز من لاكي. طبعا لاكي مواصفات كويسه، هنجوز منهم باذن الله، وهيبقى في كلاب جولدن صغيره اي حد محتاج اي حاجه هنحاول ان احنا نوفر. لكن اليومين اللي جايين دول بقى يا جماعه، باذن الله وبمشيئة ربنا ناس كتير بتسالنا على جراو جيرمان. كنا احنا خلصنا الدفعه اللي فاتت كلها، كان عندنا حوالي زي 100 جرو ولا حاجه وخلصناهم الحمد لله. باذن الله الايام اللي جايه هيبقى في جراو جيرمان، لان احنا مجوزين نتايات كتيره، واللي بننزلهم بقى لنا فتره على اليوتيوب الجوازات بتاعتهم، مجوزين نتايات كتيره. وباذن الله هنبدا ان احنا اليومين اللي جايين دولت نبدا نجهز نفسنا للخلفه الجايه، والحاجات اللي جايه باذن الله. النتايات اللي هتخلف تبقى جراو كتيره جيرمان. طبعا يا رب شغلنا يعجبكم، وتحياتي ليكم، تحياتي لكل المشتركين معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.